نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك محظور شرعي لو أن راقيا قرأ في ماء أو زيت أو زيت قليل وقال يضاف هذا الماء أو الزيت المقروء فيه إلى جالون كبير؟ ما في مانع، قراءة في الماء هذه وردت في الحديث، يقرأ في ماء ويشربه المريض، يسقاه المريض، أو قرأ في زيت ويدهن به جلد المريض، لا بأس بذلك، سواء خلط مع غيرها أو لم يخلط مع غيره. نعم.